تفتكر مين ممكن يفوز النهارده في مباراه الاهلي وبيراميدز؟ ان شاء الله طبعا الاهلي هيكسب 3-0 باذن الله. الاهلي طبعا. الاهلي طبعا. هو الاهلي عاده بس اللي بينافسه السنه دي مش زمالك، بيراميدز. الاهلي عاده بيكسب، لكن اللي بينافسه والواحد قلقان منه النهارده فعلا بيراميدز، وصل لمستوى ما كانش حد متوقعه. نتمنى الاهلي عشان يبقى كتير قوي 3 مرات لبراميزة يعني في موسم واحد، كتير قوي على الاهلي لو اتغلب النهارده، خصوصا ان هو ماتش كاس يعني. ان شاء الله الاهلي. يبقى الاهلي بنسبه يعني ان شاء الله كده 70-80%. عشان ده الاهلي اعظم نادي في الكوره. ان شاء الله الاهلي 2-0. 2-0 ان شاء الله. ليه 2-0؟ 2-0 علشان يعني هو دي اقل نتيجه ممكن يفوز بيها، لان البيراميدز يعني خدته المره اللي فاتت رايح جاي يعني. فمش هينفع. هو ماتش صعب، فاكيد هيبقى 2-0 2-1. وبيراميدز كمان رغم الاستغناءات اللي عملها، بس هو فريق برضه جامد. يعني الاهلي لو كسب هيكسب 1-2، انما لو بيراميدز كسب العمليه بتزيد معاه بصراحه يعني، خصوصا ان الاهلي بيندفع في الهجوم، ممكن العمليه تبقى تقيله على الاهلي، خصوصا ان هو ماتش واحد ما فيهوش فرق ماتش عوده يعني. بيراميدز بقى له فتره مريح، الاهلي هو اللي طالع شويه. ممكن 1-0 2-1 يعني، الماتش هيبقى متكافئ بس الاهلي هيكسب ان شاء الله.